وعلى مدار هذا اليوم وهذه الليلة المباركة علمين من أعلام التلاوة، كل قارئ له أداء ومدرسة قرآنية. متواجد معنا فضيلة القاري شيخ رضا جمعة منصور، وهيا بنا أمة الإيمان مع الأسطورة القرآنية بأدائه المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا. قارئ إذاعي كبير غني عن التعريف، فمن أنا حتى أتحدث عن هذا القارئ بأدائه المتميز يعطي كل حرف حقه ومستحقه. قارئ العالم الأول، القارئ الإذاعي الكبير، دائما يطربنا سماع صوته عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم. ناهيك عن جميع الدول التي طاف وجال بها بأدائه المتميز، فهيا بنا في رحاب هذه التلاوة المباركة فضيلة القارئ الإذاعي الكبير صاحب الصوت الندي. قرآن يخرج من القلب ليصب في قلوب محبيه ومستمعيه، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور أنور الشحات محمد أنور. دعينا الله في علياء سمائه أن يفيض عليه من فيوضات القرآن، ومواساة منا لجميع عائلات الشبلنجي وعائلات أبو فرج، كذلك عائلات جاد الله والمغاربة وعائلات أبو صبرة. هيا بنا في رحاب هذه التلاوة صوت يتلألأ في سماء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور أنور الشحات محمد أنور. دعينا الله في علياء سمائه أن يفيض عليه من فيوضات القرآن، وأبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما شاء الله يا دكتور، الله يرحم الوالد. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دي شغل الدكاترة والله. شغل الدكاترة يا عم. صلي على النبي. ابن المربي ابن المربي والله رحمة الله على والده. ايوه بل الله فاعبد. تعالى يا عز سلطان الله يفعل عليك. بل الله فاعبد وقم من الشاكرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. السماوات والأرض. الله 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 الله. ما شاء الله.
قل فغير الله تعالى
ولقد أوحي إليك ولقد انت جالي ايه؟ يا سلام ايه رقم الله عليك يا اخي؟ يا دكتور رقم الله عليك يا اخي والله العظيم اكبر الله اكبر والله كان حبيبي ممكن اجيب ليه؟ ابو جلال بلاك من تلفي انت يا اخويا قول يا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خلو
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره ولو ضد جميعا والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون.
وما قدر الله حق قدرك. الله أكبر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. اللهم صل على النبي. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور يخش الجنة يجيب آلة الشحات يحيي الميت. اللي عايز يخش الجنة ربنا يزيدك ويبارك فيك ويطلنا في عمره. رحمة أبوك كمان مرة يا أخي، رحمة أبوك. نفس الكلام اللي لنا دي نادرة تاني لما تحصل نادرة في الشرقية. النبي نفس الكلام النبي. أخو النبي يا أخي. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هو بره مول لكن كل هذا ليك تجد البيت. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات
شاء الله. ايه الحلاوه دي يا دكتور؟ ايه الحلاوه دي يا دكتور؟ ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ربنا دماغي على دماغي يا عم الله يبارك فيك كمان مره اعمل بالبوسه بقى اعمل بالبوسه بقى الراجل بسك اهو هو عامل كل حاجه حلوه والله يا واشرقت الارض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. انت غير ما انت هتروح بقى كل طالع لما تشوفها طيب. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. الله يا
طبتم فادخلوها خالدين. براحتك يا سيدي هنا يا سيدي. براحتك يا رب. في حد يقرا؟ في حد يقرا يرن في الجنة يا اخي؟ تعال تطلع منها يا اخي. طبتم فادخلوها خالدين. ادخلوها ايه؟ مش طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. كمان يا مهيج الجماهير كمان مره والنبي النبي وطلع الملائكه علاقه برحمه ابوه. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما ضل صاحبكم وما غوى. الخطاب هنا لسيدك النبي، الخطاب لسيدك النبي يا اخي، بسمله حلوه كمان لله والنبي، بسمله لله يا اخي والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. الله صل على سيدك النبي، صل على سيدك. ده كان حي أبوك والله، والله كان حي أبوك. والنجم يا اخي حبيب ابوك والله يا اخي، يا اخي حبيب ابوك والله. النجم اذا هوى يا مولاي، والنجم اذا هوى بالله يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. يا جدع حرام عليك يا اخي. ما ضل صاحبكم وما كده. اللهم صل على النبي. نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين. هكذا أمة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن بعدما عشنا وتعايشنا مع دقة الأداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت. ذلكم العلم القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، قارئ العالم الأول فضيلة القارئ الدكتور أنور الشحات محمد أنور. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة وفي تكريم للأم الراحلة الكريمة مؤاساة منا للحاج عبد الستار الخطيب والحاج أحمد عبد الستار، كذلك الحاج محمد عبد الستار والحاج إبراهيم والحاج السيد عبد الستار. وفي هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي تنقل على أسماعكم من داخل قصور الضيافة المتنقلة فراشة وإدارة الحاج محمد مصطفى جدارة، وعبر هذه الأضواء المتلألية إدارة الحاج رمزي الصعيدي، تقدم الضيافة للخدمات الفندقية الفراعنة إدارة الأستاذ وائل صالح، وعبر هذه الهندسة الصوتية المتميزة عميد الصوتيات بالشرقية أولاد الحاج محمد أبو مدرة إدارة المهندس عاطف محمد أبو مدرة.
أمة الإيمان والإسلام، ما زال التوافد الكثيف للسادة أعضاء مجلس النواب المصري في هذه اللحظات الإيمانية. كان متواجد معنا الباشمهندس محمود زايد في استقبال السادة النواب النائب المحاسب محمد أبو حلمي، كما أيضا سعادة اللواء عصام أبو المجد والوفد المرافق له وقيادات تنفيذية وشعبية ورجال أعمال وقضاة ومستشارين ورجال القانون. إنها اللحظات العطرة المباركة ومواساة منا للحاج أنور ممدوح. أمة الإيمان والإسلام، بعد أن عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، هيا بنا لنرطب الألسنة بذكر الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب.